ومرة تانية نبلش بسلايد نمبر 6 اللي هي الويك بيسز. صرنا هلا عارفين لحد الآن السترونج أسيد والسترونج بيس والويك أسيد والبولي بروتيك أسيد، كيف نتعامل مع كل واحد فيهم إذا كان عندي سوليوشن في أني. هلا نشوف الويك بيسز. بالويك بيسز ما في عندي فرق كتير عن الويك أسيدز، الفرق الوحيد زي الفرق بين السترونج بيس والسترونج أسيد، ممكن عندي OH in solution بدل ما يكون عندي H plus، فبضطر أحسب الـ pOH وبعدين من الـ 14 ومن مجموع الـ pH والـ pOH أحسب الـ pH للمحلول. هذا كل الفرق بين الـ weak acid والـ weak base. فالعملية سهلة ما راح تستغرق معنا كتير. نأخذ سلايد الإكوليبريم تاع الـ weak base، ننتقل نحل مسألتين وبنتهي الموضوع. فنعطي الـ B as a general name for any base in water تعمل hydrolysis، أعطيني الـ HB plus plus OH minus. هاي البيس تاعي، هذا الكونجيجيت أسيد تاعها راح تعطيني OH minus. مرة تانية it is equilibrium لأنها weak base، واللي بيكون عندي موجود بالمحلول هو الـ OH minus. الـ OH minus هي اللي بتحدد pH of the solution. فهلا صار عندي البيس الكونجيجيت أسيد تاعها هو الـ OH minus، كلهم الـ equilibrium in solution هذولا، معناها راح يكون عندي equilibrium constant اللي هو بيساوي HB plus times OH minus divided by H2O divided by concentration of the base. برجع بذكركم انه concentration of pure liquid or pure solid in any equilibrium is constant، معناها concentration of H2O is constant will not change. نيجي بنجيبه مع ال constant هذا تاع ال K، يصير عندي K times H2O يساوي هالترم هذا، هذا كله راح نسميه الـ KB، يعني الـ ionization constant for a base اللي هو الـ HB plus times OH minus divided by concentration of B. والـ KB مرة ثانية الـ base ionization constant زي ما حكينا، والرقم تبعها هذا بدلنا على how strong the base is. كل ما كانت الـ KB عالية بتكون الـ base أقوى، مثل الـ KA تاع الأسيد بالضبط، ما في أي فرق. بس قبل ما نحل مسألة أو تنتين نتعرف شو هم الـ common weak bases، شو الـ bases اللي ممكن نتعرض إلهم؟ تقدروا تعدوا لي شو في common bases؟ weak كم weak bases بتعرفوا؟ يعني الدكتور التعليقين هذا زي الجولدن هذا مش weak base؟ شو هو؟ المنظف الأيدي هذا زي الهايجين وزي الجولدن وزي غيره. هذول بيسز يعني مش لا تستخدم از بيس ان ذا لابوراتوري. بدي محلول بيسك بالمختبر، بدك تعمل تجربه، بدك بيسك سوليوشن، هذلاك بيكون فيهم بيس يس، بيكون فيهم بس مش بيور. شو القاعده الضعيفه الوحيده اللي بتعرفوها؟ بتعرفوش الان اتش 3 دكتور؟ اتش 3 عافيه عليكي، بس انا راح اسميها الان اتش 3 اند اتس ديريفيتيفز. هلا الان اتش 3 ليش هي بيس؟ شو اللي بيخلي الـ NH3 تصير بيس؟ لأنها بتستقبل بروتون. لأنها بتستقبل بروتون، وين بتستقبله؟ يرتبط مع الـ N، يصير NH4 موجب. بالضبط. بدي أغير الـ sharing وأحط لكم. هلا واضح عندكم الأيباد؟ شو ده؟ شو ده؟ دكتور. هلا لساتها لسه مش واضحة؟ ليش؟ طيب هلا بتفتح. هلا فاتحة؟ لسه ما حضم الزابط اليوم التاب شكله والله. ليش مش فاتحة؟ مع انه انا شابكة من زمان يعني. جست دكتور يمكن جت عندي المحاضرة الماضية. ايوه عندي هون والله لسه سوداء. اي نو، خليني اشوف شو اللي بصير هون. هي بيس لأنه في عندها لون pair of electrons or the nitrogen atom، صحيح؟ وهي بيس لأنها بتاخد
بروتون على الالكترون بير هذا، على اللون بير هذا. معناه اي مركب فيه نيتروجين وعليها لون بير في الكترون هو ويك بيس، بغض النظر شو اللي مرتبط عليه، في 3 اتشز او بشيل واحده من الاتشز بحط محلها مثلا CH3، شو بتضلها بيس لانه في عندي لون بير على النيتروجين، او بشيل واحده من الاتشز بحط محلها البنزين رينج C6H5. فاي مركب فيه نيتروجين وعليها لون بير هي ويك بيس، فهذول كلهم جايين من الامونيا and its derivatives. تمام هيك؟ نعم دكتور. Good. بضل عندي دكتور ما بصير. آه؟ ما بصير تكتب على الشاشة عندك هون؟ لا شاشة الكمبيوتر ما بنكتب عليها والله. الكمبيوتر متخلف شوي. yeah. بضل عندنا مجموعة تانية من الويك بيسز. مجموعة كبيرة من الويك بيسز. شو هي؟ عدد ضخم من الويك بيسز. اللي معاها او اتش، المجموعه الثانيه مع الاو اتش، المجموعه الاولى مع الاو اتش، هذول سترونج بيسز. نعم احنا بدنا ويك سترونج بيس، خلصناهم زمان، بدنا هلا الويك بيسز. شو في عندي ويك بيسز غير الامونيا اند اتس ديريفاتيفز؟ البي اي والديريفاتيفز تبعها. اه البي اي. شو البي اي؟ بي بي اي بيريوم. بريليوم هذا البي اي. ايوه مو حكينا هذول اللي فيهم هيدروكسيد سترونج بيسز. طيب خلنا نسالك سؤال، الاتش اف هو الايون الموجب دكتور؟ اتش اف شو هو؟ هذا حمض ضعيف. حمض ضعيف. ضعيف. الاف ماينس شو هي؟ قاعده. ليش؟ لان معها الكترون محاش افلاك فارغه وعليها الكترونين زياده. لانها كونجوجيت لاتش اف. بجواب ابسط، هي كونجوجيتد بيز للاتش اف. ايونت موجبه لانها كونجوجيت بيز. كونجوجيت بيز فور اي ويك اسيد، وحكينا دي كونجوجيت بيز فور اي ويك اسيد از شو بتكون؟ ويك اور سترونج بيز. الايونت كثيره بدك. يا الله وين بتروح انت يا اخي؟ أنا بسأل we a conjugate base for a weak acid بتكون strong base ولا weak base؟ weak. weak. متفقين على الشيء. إذن قديش عندنا weak acids؟ قدرنا نعدهم قد ما هم كثار؟ لا. HCM. ما قدرنا نعدهم قد ما هم كثار. معناه قديش في weak acids في مقابلهم weak bases، معناه conjugates for weak acids. هذا اللي بقصده. فمثلا باخذ اكزامبل الاف ماينس، اذا غابت عن ذهنك وتلبكت شوي مش عارف شو تسوي بها، رجعها لاصلها. الاف ماينس منين جايه؟ من الاتش اف. الاتش اف ويك اسيد، معناه الاف ماينس ماست بي ا ويك بيس، معناه هاي ويك بيس. اتش سي او 3 ماينس منين اجت؟ من اتش 2 سي او 3 اللي هو ويك اسيد. اذا اتش سي او 3 از ا ويك بيس. سي او 3 2 ماينس ويك لانها اجت من اللي قبلها، صح؟ الأسيتات أيون من الأسيتك أسيد كمان ويك أسيد، معناها هاي ويك بيت. فكلهم مجموعتين، الأمونيا and its derivatives والconjugate bases for weak acids كلهم weak bases. نحل مسألة عطوة. في أسئلة؟ نعم دكتور، احنا كان يقولون بالتوجيهي الحمض القوي قاعدته المرافقة ضعيفة، والحمض الضعيف قاعدته المرافقة قوية. فأنت ما تقصد هنا أحماض ضعيف راح تكون القاعدة القوية، القاعدة المرافقة قوية حسب ما أخذناه تعلمناه سابقا. يعني انت نسيت النص ساعه اللي مضيتها انا وانا اشرح لكم بالكونجي الويك اسيد بيس، نسيته كله هذا الحكي وبعدك متذكر تاع التوجيه بس. ها والله مش قصدك دكتور، بس انا تعليق على الفكره هذه بس. الفكره اللي اخذتها بالتوجيه خاطئه. اقتنعت بكلامي؟ بلاش نحكي. اقتنعت بكلامي انه سترونج اسيد او بيس؟ اوكي دكتور مضبوط الكلام هذا. strong acid produce no base لأنه Cl- ما كانت base، والweak acid الأسيتك acid أعطاني الأسيتات اللي كانت strong بالإكوليبريم لكن مقارنة بغيرها كانت very weak. اتفقنا إنه هاي أحد الconclusions اللي كتبناها، strong acid will produce no base، weak acid will produce a weak base. قاعدة عامة هاي ما بصير ننساها حتى لو بالتوجيه بتعرف غيرها. right
اورايت دكتور. دكتور عيد القاعدة. إيش؟ عيد القاعدة. القاعدة إنه strong acid will produce strong acid produce no base و weak acid produce weak base. هاي واحدة من the three conclusions لما رتبنا الأسيد والبيسز. وكيف حكينا لما حكينا no base كانت بالجدول ورجيتكم يعني negligible basic characters يعني ما إلهاش خواص قاعدية. هي قاعدة إجباري غصب عنها لأنها كونجوجيت للأسيد. فالسي ال ماينس بالتفاعل تاع السي ال مع المي، سي ال ماينس ما أخذت ولا بروتون يعني ما تصرفت كأنها بيس. واضح؟ هذا كله إعادة الحكي هذا. نعم دكتور. تمام هي؟ 100%. الصبية اللي كانت معي ماشي الأمور؟ تمام تمام دكتور. مو على مسألة. Calculate the pH of a 0.2 molar solution of methyl amine CH3NH2 معطيني الKB للمثل أمين. طبعاً what's in solution weak base معناه جدول مثلها مثل weak acid. Equilibrium بتاع الماء متفقين ignore. خلصنا منه هذا. نروح للإكوليبريم بتاع البيس. ببلش بالجدول بتاع initial concentration 0.2 molar before ionization 0 من هاد. قديش صح يعمل هيدروليسيس او ايونايزيشن ماينس اكس بلس اكس. طبعا بضل عندي 0.2 ماينس اكس من المثل امونيوم بضل اكس ومن الاو اتش ماينس بضل اكس. ما في شيء جديد. نكتب الكي بي فاليو راح تساوي المثل امونيوم ايون في الاو اتش اي ماينس على السي اتش 3 ان اتش. يعني الكي بي اللي هي 4.4 × 10⁴ هذا بيساوي اكس وهي بتساوي x بصير x square وهي بتصير 0.2 minus x. k value equal x square over initial concentration minus x. رجعنا لنفس العلاقة اللي حكيت لكم إياها زمان. دليل إنه إحنا ماشيين بالطريق الصحيح. نحل هالمعادلة هاي معادلة تربيعية لكن راح أسهل الحل وأفترض إنه ال x much smaller than 0.2 وأهملها. إذا أهملنا ال x بطلع عندي قيمة x بتساوي 9.4 times 10⁻³ مولر والقيمة هاي هي less than 5% of the 0.2 مولر اللي هي 4.7. معناه assumption صحيح. والx بالسلايد السابق عندي شو كانت؟ هي عبارة عن the concentration of OH minus. إذا صار عندي ال OH minus بيساوي هالرقم هذا بحسب ال pOH ومنها بطرحها من ال 14 بطلع عندي قيمة أو إذا حبيته من الرقم هذا بحسب الـ H plus من الـ OH والـ KW بحسب الـ H plus بعدين بأخذ نيجاتيف لوج بيطلع معكم نفس الجواب. أمور سهلة وبسيطة. تمام؟ تمام دكتور. تمام دكتور. كمان مسألة مشان نصير تمام أكثر. A solution of NH3 in water has a pH of 10.5. What is the molarity of the solution? يعني معطيني طبعا الكي بي هو يعني لما بروح للإكوليبريم تاع الأمونيا NH3 وH2O بيعطيني NH4 بلس بلس وH ماينس. شو بده هو؟ What is the molarity of the solution؟ بده الكونسنتريشن اوف أمونيا يعني بده الانيشيال. صار الانيشيال مجهول دائما. مرة ثانية ويك بيز على الإكوليبريم تاع الويك بيز على الجدول على طول. إذا ويك أسيد ويك بيز جدول على طول. فالانيشيال من هذا M قبل الأيونيزيشن 0 ب 0 ماينس X plus X. طبعا M أي رقم أنا ما حطيتوش X عشان ميز عن هاي بس. وبصير عندي M minus X. الKB value 1.8 × 10⁵ راح تساوي الـ NH4 بالـ OH minus يعني X times X على M minus K equal X square over initial minus X. دليل إننا نشتغل صح. والسؤال هو what is the concentration M؟ معناها ما بنقدر نحسب M إلا إذا عرفنا X. نرجع على المسألة. لك شو هي؟ تركيز الـ OH minus. بالمسألة شو معطيني الـ pH؟ إذا من الـ pH بقدر أحسب الـ pOH ومن الـ pOH بقدر أحسب الـ OH minus اللي هي قيمة X معوضهم. واضح الكلام؟ دكتور؟ نعم. بس لو حولناها على الـ KW كيف على الـ KW؟ من وين؟ الـ KW water منطلع بدل الـ H3O plus أعطاني إياها ونحولها لـ OH minus. بدك تطلع الـ OH minus من هون. هيك قصدنا. طلع من هذا طلع الـ H plus ومن كده نفس الشيء. سيم ما بتغير شيء. إذا X راح تساوي
الـ concentration of OH- راح تساوي 10 to minus pOH. الـ pOH اللي هي 14 ناقص الرقم هذا 14 minus 10.5. إذا صارت الـ OH بتساوي 10 to minus 3.5 بيطلع هالرقم هذا، هذا تركيز الـ OH-. بنعوضها بالفورمولا تبعنا، الرقم هذا تربيع مقسوم على M minus the same number، و ضرب ضرب تبادل وصف الحدود بيطلع قيمة M6 times 10 to minus 3 مولر. هذا الـ initial concentration للأمونيا solution. اوكي كول. نعم دكتور. alright. في أسئلة؟ نعم دكتور. تفضل. احنا لما كنا نقول قبل مثلا 1.5 باور ماينس 5 تمام يساوي اكس تربيع على مثلا خلينا نقول 4 ناقص اكس، كنا نقول هذه بالمقام ال 4 ناقص اكس نقدر نحطها ايش مهمله تمام، بس بينما الاكس التربيع اللي فوق ما كنا نهملها طبعا صح؟ ما بصير. احنا طيب خليك كون هاي شايف المؤشر؟ نعم. احنا كنا نطرح رقمين هنا، نطرح الاكس من الام. نعم. فكنا نفترض القاعدة هاي على أنه الإكس رقم صغير جدا بالنسبة للأب بغض النظر عن قيمة الإكس سكوير، هاي ما علينا فيها. يعني هل يجوز أهم الإكس بالنسبة لأب؟ هاي لا يجوز أنه تلعب فيها. يعني كمان مرة أعطيتكم مثال مليون بدل الأب، حط مليون ماينس 0.001 شو بطلع الجواب؟ بتأثر تقريبا مليون، ما بتغير. فهذا اللي نفترضه إحنا، لو أنه الأرقام اللي هون أقرب من هيك بكتير، بس بنفترض انه اكس اصغر من الام بكثير، يعني بعباره ثانيه اللي هي 5% كول. اذا كانت الاكس اقل من 5% اهمالها ما بياثر على النتيجه، بيظل الخطا بالجواب اللي بيطلع عندي اقل من 5% خطا مقبول، بكمل حلي. واضح؟ نعم دكتور. اوكي. بس لما بتكون زائد وناقص بقدر اعمل الاكس، اذا ضرب او تربيع لا. يعني لو كانت هاي M times X لا يجوز أهملها مهما كانت صغيرة، لأنه كل ما كانت صغيرة كتير بتصغر الجواب. كمان أسئلة؟ دكتور إذا أنا عملت الفرض يعني وطلعت قيمة X 5% بالذات، يعني 5% بحسبها صح ولا برجع؟ كمل حلك، اعتبره صحيح. عادي. كمان أسئلة؟ ما في أسئلة؟ نشوف العلاقة بين الـ KA والـ KB. لما نحكي relationship between KA and KB هي علاقة لـ KA لأسيد و KB لبيز، شرط يكون في علاقة بين الأسيد والبيز، مش أي أسيد وأي بيز بقدر أوجد علاقة للـ KA والـ KB تبعه. فالأسيد والبيز بيكون بينهم علاقة فقط إذا كانوا conjugates. أنا بكون بحكي عن الـ KA for a weak acid وعلاقتها بالـ KB for the conjugate base for that weak acid. ناخذ example الأمونيا NH3H2O بيعطيني NH4++ OH-، هذا له KB value، KB للأمونيا. الـ KB للأمونيا إلها علاقة بالـ KA تاع الـ conjugate acid تاع الأمونيا. شو الـ conjugate acid تاع الأمونيا؟ NH4+. إذا بروح على الإكوليبريم تاع الـ NH4+ بيعطيني NH3+H+، هذا له KA value. هلا كونه في علاقة بين الـ NH3 والـ NH4+ conjugate acid base pair، لازم يكون في علاقة بين الـ KA والـ KB تاعه. حتى أوجد هالعلاقة هاي بجمع المعادلتين، الـ NH4+ رح تختصر والـ NH3 رح تختصر، بضل عندي H2O in equilibrium with H++ OH-. بالإكوليبرم في عنا قاعدة بجوز أنكم تعرفوها من التوجيهي، إذا جمعنا تفاعلين if you add reaction 1 plus reaction 2 K for reaction 3 راح تساوي K1 times K2. تابعين شو اللي حكيته؟ إذا بنجمع أي معادلتين إكوليبرم، المعادلة الثالثة اللي بتطلع K إلها هي حاصل ضرب الـ K للمعادلتين اللي جمعناهم، يعني K للتفاعل هذا رح تساوي حاصل ضرب K للتفاعل هذا ضرب K للتفاعل هذا، يعني KA times KB. واضح كلامي؟ نعم
نعم دكتور. طيب التفاعل هذا شو هو؟ التأيون الذاتي للماء. التأيون الإكوليبريم تاع الماء، والكي تبعه شو اسمها؟ كي دبليو. كي دبليو. إذا صارت الكي دبليو بتساوي كي اي تايمز كي اي بي، إذا الإكوليبريم ايونيزيشن كونستانت فور ان اسيد تايم الايونيزيشن كونستانت فور اي بيس كي اي فور بلس كي بي فور اسيد بيس فور اسيد فور كونجوجيت اسيد بيس بير اولويز ايكوال كي دبليو، دائما الكي اي في الكي بي يساوي الكي دبليو، وعلى 25 راح يساوي 2 ماينس. هلا هذا بذكرنا بالعلاقه اللي اخذناها بالأسيدز والبيسز، تذكروا حكينا the stronger the acid the weaker its conjugate base، هاي واحدة من الـ conclusions كمان، تذكرتوها؟ احكيها احكيها مرة ثانية دكتور بالله. the stronger the acid the weaker its conjugate base. yes. قاعدة من القواعد الثلاثة. ليش the stronger the acid the weaker its conjugate base؟ جاي من هون كوانتيتاتيف، لانه حاصل ضرب التنتين هذول لازم يضل 10 تو ماينس 14، فاذا صار الاسيد سترونجر يعني الكي اي فاليو ارتفعت، حتى يضل الجواب نفسه لازم الكي بي تنخفض، والعكس صحيح، اذا انخفضت الكي اي الكي بي بترتفع، بحيث حاصل ضربه يضل بيساوي 10 تو ماينس 14 مثل الاتش في الاو اتش ماينس، نفس الشيء اذا زاد الاتش بلس بقل الاو اتش، بحيث يضل حاصل ضرب 10 تو ماينس 14. The stronger the acid, the weaker its conjugateness. فصار عندي هلا مثلا لو اعطيتكم مسألة على الـ NH4، أو لو أنتم رحتوا تحلوا مسألة بالكتاب وبدكم الـ KA للـ NH4، بتفتحوا على الجدول اللي بآخر الكتاب فيه الـ KAs لمعظم الأسيدز المعروفين، رح تدوروا ما رح تلاقوا KA value للـ NH4 plus. ليش؟ لأنه بيكون بجدول البيسز حاط لك الأمونيا. فبتروح على جدول البيسز بتاخذ الكي بي تاع الامونيا ومنها بتحسب الكي اي تاع الاتش ان اتش 4 بلس اللي راح تساوي الكي دبليو على الكي بي تاع الامونيا. ونفس الشيء اذا عرفنا الكي اي لاسيد بنقدر نحسب الكي بي للكونجوجيت بيس تاعها، يعني من الكي اي للاتش اف بقدر احسب الكي بي للاف ماينس، او تاع الاسيتيك اسيد بحسب الكي بي للاسيتيل ايون، وهكذا. واضح الكلام؟ نعم دكتور. Alright. Questions. Any question؟ ما في أسئلة؟ لا يا دكتور. نروح على موضوع salts. أنتم بتعرفوا كمان من التوجيه إنه بعض الأملاح بتكون حامضية تعطي محلول حامضي، بعضها قاعدي وبعضها نيوترون. ليش؟ شو اللي بيخلي الملح يصير يعطيني acidic basic or neutral solution؟ نشوف شو اللي بصير. لما بناخذ اي ملح ونرميه بالمي، الملح salt، بس نحكي ملح معناه بنعرف انه ionic compound. هذا الكلام سليم ولا لا؟ ionic. نعم chapter. yes. يعني complete ionizing، معناه اي ملح برميه بالمي كونه ionic compound لازم يتأين كليا. M plus plus X minus، هذا المثل، هذا من المثل. وهذا دائما 100% ionization. التفاعلات تظل لازم تعرفوها، ما راح نعطيك اياها بالامتحان. يعني بعطيك قديش ال pH اتش، لا مثلا بعطيك ملح بدك تحسبها لحالك، بدك تعرف شو اللي بيصير بالملح وكيف بيتأين وكيف بيعمل هايدروس. هلا هل الملح هذا هيعطيني محلول حامضي او قاعدي؟ بيعتمد على الام بلس والاكس ماينس. اذا الام بلس كانت ويك اسيد معناها راح يعطيني اسيدك سوليوشن، واذا كانت الاكس ماينس ويك بيز معناها راح يعطيني basic solution. امتى هاي بتكون weak acid؟ اذا كانت conjugate لweak base، وهاي بتكون weak base اذا كانت conjugate لweak acid. فارجع بطلع على الايونات تضولة، هل هو جاي من weak base هذا ولا لا، وهل هذا جاي من weak acid ولا لا، وبعرف الصوت تاعه هل هو acidic or basic or neutral. طبعا رح نكتب الايونيزيشن of the salt، رح ناخد الصوت الايونز اللي طلعوا من الصوت نعملهم، بنسميه hydrolysis reaction with water. هذا اللي بحدد هل هو جاي من weak أو strong acid أو base. فنبلش بأبسط salt اللي هو الـ NaCl solution بالمي فورا، رح يعطيني salt ionization complete 100%. هلأ بطلع على الـ Na plus والـ Cl minus، هل هذا رح يعطيني
acidic solution وهذا يعطيني basic solution، بشوف إذا بتفاعلوا مع الماء hydrolysis reaction. الآن إذا بفعلوا مع الماء شو تتوقع يصير؟ هل بتفاعل أنا plus؟ لا يا دكتور. ليه؟ NaOH. أعطيك NaOH. NaOH زائد H موجب. زائد H موجب. بصير الحكي هذا؟ لا يا دكتور. NaOH strong base صح؟ آه لأنه تفاعل ككلي مش جزئي. كلي هذا. NaOH strong base والأسيد هذا strong base strong acid. strong base وstrong acid ما بصير يضلوا بالمحلول مع بعض. لازم يصير بينهم neutralization. يعني التفاعل هذا 100% to the left بيمشي من اتجاه اليمين للشمال 100%. يعني هذا التفاعل ما راح يمشي، معناه الـ Na+ بالمحلول ما راح يعطيني H+، راح يضل as Na+ in water، معناه ما راح يغير الـ pH of the solution، no reaction no change in pH. واضح الكلام؟ نعم دكتور. الCl- شو نتوقع إذا تفاعل مع الماء؟ نفس الكلام السابق، يعني HCl زائد H-. HCl و H- كمان strong acid و strong base كمان complete neutralization to the left، معناه التفاعل هذا ما راح يمشي، معناه وجود Cl- بالماء ما راح يغير الـ pH. إذا وجود الـ NaCl in water راح يظل المحلول neutral ما راح يغير الـ pH. وهي قاعدة راح نعممها على كل الأملاح اللي مثل الـ NaCl. NaCl من كيف نحضره؟ كيف نحضر NaCl؟ NaOH زائد HCl. زائد HCl. من فعل NaOH زائد HCl بنتج الـ NaCl. NaOH شو هي؟ strong base. من HCl strong acid. strong acid. بتصير هاي قاعدة عامة إنه الملح اللي ناتج من strong base and strong acid is a neutral solution. ما بصير يغير الـ pH تاع المحلول. لكل الأملاح اللي جاي من strong base و strong acid مثل الـ NaCl، الـ KCl، lithium fluoride، البوتاسيوم ايودايد وهكذا، كلهم هذول نيوترال سولتس لانه جايين من سترونج اسيد وسترونج بيس. واضح؟ 100% دكتور. هلا ناخذ سترونج مع ويك او ويك مع سترونج، NH4Cl السولت ايونيزيشن شو اللي بصير؟ كومبليت NH4 بلس Cl ماينس. الهيدروليسيس نبلش بالCl لانه عارفين الجواب، الCl ما بيعطي هيدروليسيس إذا ما له علاقة بالـ pH. شو بضل عندي؟ NH4. NH4 شو بصير له بالماء؟ في عنده بروتون to donate، يخسر البروتون. شو عمل؟ أنتج لي H+. صار المحلول إيش؟ acidic. إذا NH4Cl in water is an acidic solution. ليش؟ من وين عملنا الـ NH4Cl؟ من NH زائد مية. لا، مية زائد HCl. أنا قد قلت عملنا H4 بلس. لا أنا بحكي الـ NH4Cl كيف عملنا؟ بدنا نفعل صحيح؟ نعم دكتور. H3 بلس HCl بيعطي NH4Cl. القديمتين اللي فتحناهم بالغاز ديفيوجن هو ناتج عن تفاعل أمونيا مع HCl. طب هو إجا من إيش؟ إجا من weak base strong acid صحيح؟ نعم دكتور. الصوت يتبع الأقوى، مين الأقوى كان عندي؟ الحامض. إذا يعطيني acidic. إذا الصوت of a weak base and a strong acid راح يكون acidic salt or will produce acidic solution. When dissolved in water بيعطيني acidic solution. دائما الصوت يتبع الأقوى. هلا ناخذ قوي وضعيف. ماشي الحال هيك نكمل؟ نعم دكتور. ناخذ قوي وضعيف NaCm. نبنا نعمله هذا من NaOH و HCm. NaOH strong base وال HCm weak acid. معناه الصوت هذا شو راح يكون؟ يتبع الأقوى. Basics. Basic. الصوت ionization 100% complete. الهيدروليسيس الصوديوم ما راح يعمل هيدروليسيس. Cl- راح يتفاعل مع الماء يعطيني HCl plus OH-، أعطاني OH- معناه basic solution. منعمل من strong base و weak acid معناه راح يتبع strong اللي هي base، معناه راح يكون basic solution. إذا a salt of a weak acid and a strong base is a basic solution.
شو ضل ما أخذناش؟ أخذنا strong strong weak strong strong weak. شو ضل؟ weak 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 NH4 and O2 complete ionization. ماشي الحال هيك؟ هاي سيلز ال NH4 بيعمل يعطي H plus، معناه مفروض يعطيني acidic solution. ولان O2 O minus كمان ياخذ H plus، كمان جاي من HNO2 weak acid، معناه هو weak base، يعطي HNO2 زائد H minus. إذا المحلول راح يطلع، راح يطلع حامضي لوجود ال NH4، راح يكون basic لوجود ال NO2. التوتال الحامض الفاينل solution شو راح يكون؟ acidic ولا basic؟ neutral. على مين راح يعطي أكثر؟ إذا هذا أعطى بروتونات أكثر بيكون أسيديك، وإذا هذا أعطى H minus بيكون، يعني إذا الإكوليبريوم هذا أقوى أسيديك، إذا الإكوليبريوم هذا أقوى بيسك. شو اللي بيحدد مين الإكوليبريوم الأقوى؟ الـ K value. طلع على الـ K value، اللي إله K value أعلى بيكون هو الأقوى، اللي بيعطي عيونات أكثر. ليش بسرعة بتنسوا؟ الـ KA للـ NH4 plus 10 to minus 10، والـ KB للأمونيا 10 to minus لل NO2 10 to minus 4. مين الإكوليبريم الأقوى؟ LOH. هذا معناه LOH بالماينس بالمحلول راح يتقلل عدد الـ H plus بكتير، معناه بيكون عندي XSOH minus، معناه راح يكون basic solution. فكون الـ KB larger than KA، إذا هذا basic solution. لما بيكون الصالت عندي جاي نتيجة a weak base and a weak acid، ما بنقدر نحكم إلا إذا عرفنا الـ KA والـ KB value لـ الأيونز اللي طالعين من الصوت. Depends on the KA and KB values. واضحين؟ يعني نعم دكتور. طيب خلينا نشوف قديش مسكتوا معلومات، نعطيكم بريك بعد هاي. Calculate the pH of a 0.1 molar NaCN solution. شو اللي موجود عندي بالمحلول؟ What is in solution؟ لا تنسوا هالسؤال هذا. Basic salt. Salt. بهمني أعرف إنه salt قبل ما أعرف acidic أو basic. كونه salt إذا لازم أروح على خارطة الطريق تبع الصوت. Ionization of the salt. بعدين hydrolysis of the ions، وأشوف شو المحلول اللي بينتج عندي، شو الإكوليبريم اللي لازم أتعامل معه. إذا كونه salt إذا لازم أعمل الionization. Oops. شو اللي عملته انا؟ اه سوري دعست على المفتاح الغلط. بروح على الايونيزيشن اوف ذا سولت، بيعطيني ان اي بلس بلس سي ان ماينس. هل الان اي بلس بيعطي هيدروليسيز؟ نوت رياكتد، نو رياكشن. السي ان ماينس؟ يس، بيعطي سي ان بلس او اتش ماينس. اذا باخذ الاكوليبريم هذا وبحسب الاو اتش منه وبحسب البي اتش لهالمحلول هذا. قديش الانيشيالي؟ طبعا هو عندي انا solution of NaCN، يعني تركيز الـ NaCN اللي حطيته في المحلول 0.1 مولر، لكن كونه complete ionization 0.1 مولر of NaCN راح يعطيني 0.1 مولر of CN minus، كمان 0.1 مولر من A plus. صحيح الحكي هذا؟ نعم دكتور. معناه الـ initial لهذا شو صار؟ 1 point. 0.1 لا 0.1 مش 1 point. 0.1 سوري. اوكي. اقرا من الشمال لليمين. تأنجلس. اوكي. اذا الانيشال للسي ان 0.1 مولر، المي ما بتهمني ثابته، الاتش سي ان بيفور هيدروليسيس 0 ولو اتش 0 ماينس اكس بلس اكس، ما جبنا شيء جديد، 0.1 ماينس اكس واكس واكس. اذا هلا بقول الكي فاليو هاي راح تساوي، تبعوا معيها، الكي فاليو راح تساوي اكس سكوير على 0.1 ماينس اكس. صح كلامي دكتور؟ بدك تجيب الكي بي، مش الكي بي مش الكي اي، من الكي دبليو بدك تجيبها. يضل السؤال شو هي الكي بي، وشو معطيني كي اي فور اتش سي ام، لكن الكي بي بيستعر. اذا لازم اجيب الكي بي من الكي اي تاع الاتش سي ان والكي دبليو، ذكرتوهم؟ نعم دكتور. كنتو ماينس 14 طبعا على فرض 25 سلسلس، بعدنا على الكي اي اللي اعطاني اياها تطلع 2 times 10 to minus 5. هاي اللي بستخدمها بالإكوليبريم هذا، اللي هي 2 times 10 to minus 5 راح تساوي x squared over 0.1 minus x. كمان افترض x negligible، اهملها وحل المعادلة هاي، تطلع x اللي بتساوي concentration of H minus
تطلع 1.4 times 10 to minus 3. إذا بتطبقوا 5% rule هي أقل من 5، أنا عاملها على جانب أقل من 5 بتطلع. Okay. إذا صارت هاي تركيز الـ OH minus بحسب الـ POH negative log، ومنها بحسب الـ POH الـ pH 14 minus this number بيطلع 11.50. كيف الوضع هيك؟ 100%. بس شو كان طلبني بالسؤال دكتور هو؟ كان طالب الـ pH. أوكي. Yes. ومرة تانية زي ما أنتم شايفين كيف المسائل، يعني الموضوع سهل، اللي بركز معي وبفهم اللي بحكيه هلا وبتبع كويس على الصيدلة ما في داعي للمراجعة، ما في داعي يرجع يدرس الشابتر، يحل له كم سؤال قبل الامتحان وانتهى، شغل ساعة زمان بس حل مسائل، أكثر من هيك ما انتوش بحاجة إلى أي جهد تاني بالشابتر هذا. لأنه شايفين كله عم نكرر تكرار، شوفوها الكي بتساوي اكس سكوير على 0.1 ماينس اكس، في شيء جديد؟ لا يا دكتور. فاللي بركز صراحة يعني صدقوني اللي بركز إنه بريح حاله كتير لما يجي وقت الفاينل، واللي عم بيغيبه والله مثل بالامتحان راح يكونوا مثل الأطرش في الزفة، يقرأ السؤال ما يعرف شو هو، لأن الموضوع هذا مش سهل الطالب يدرسه لحاله على فكرة أبدا. دكتور طيب إذا في واحد شاب زي حالتي فهمان بس الحاسبة ولا عمليات حسابية تغلبه كتير، شو المشكلة معه هذا؟ حل مسائل كتير قبل الامتحان عشان المسائل الحسابية ما تغلبه. كل ما حليت القاعدة بالكيمياء قاعدة، كل ما حليت مسائل أكثر كل ما صار شغلك بالامتحان أسهل وأسهل. الكيمياء فيها حل كتير، لا يعني إنه ننسى المفاهيم لا، وفي أسئلة كتير ما فيهاش حل، حتى بالفاينل في أسئلة ما فيهاش حل، لكن الكيمياء بتعتمد كتير على حل المسائل. فأسهل طريقة للتغلب على أي صعوبة إنك تحل مسائل أكثر، كل ما قدرت تحل مسائل، كل ما تشوف مسائل تسلى فيها بتتعرض لأفكار. دكتور نعم، مش مادة الفاينل كثير كبيرة؟ والله كبيرة صغيرة هذا اللي يصير، يعني لازم نمتحن فيها. المادة الأولى اللي ما قبل الفاينل ما قبل الميد ما راح يكون عليها أسئلة كثير، يعني بتقرأوا هيك مراجعة بسيطة وبتحلوا مسألة كم المسألة على كل شابتر وتمشوا، لا تمضوا وقت كتير فيها. وأنا قبل الامتحان راح أحط لكم تعليمات الامتحان، ومن ضمن التعليمات راح أحط لكم جدول على كل شابتر كم سؤال موجود بالامتحان من كل شابتر عشان تعرفوا كيف تركزوا كويس. دكتور هاي الجامعة طلعت سهل اللي عاد كيف؟ بحكي الجامعة طلعت سهل إذا هذا الحكي سهل؟ بحكي لك دكتور إذا هذا هيك تعطينا جدول مثلا وتحن الأسئلة جاي على كل شابتر، بحكي إن الجامعة هيك سهلة طلعت. آخر كلمة ما فهمتها. بحكي لك دكتور إنه إذا هذا الموضوع إنك هيك بتحكي لنا إنه مثلا بعطيكوا الأسئلة مثلا كم سؤال بيجي على كل شابتر، بحكي لك إنه خلاص دكتور أتمنى منك، يعني في كثير ناس بتنزل أسئلة يعني، وفي ناس تشتهد كثير تعقد الأمور كثير، فأنت زي كل مرة يا دكتور ما بتقصر، حط لنا أسئلة، وإذا عندك كمان أسئلة سنوات حط لنا كم نموذج اللي ندرس عليه أحسن وأحسن. أنا بكتفي بالأسئلة اللي بحط لكم يوم عليني بنهاية كل شابتر، بحط لكم مجموعة أسئلة، وعلى الأسئلة بيزرع حط لكم 62 سؤال. منيح هيك؟ هدول يعني كافيين خلينا نحكي؟ يعني 62 سؤال بيعرضوك إلى كل الأفكار تقريبا، مش بالضرورة يعني الامتحان يكون بالضبط زيهم، بس راح يكون على غرارهم على نمطهم. حياتك شايفي شو في بالأسيد بيز أفكار يعني؟ فعليا كل شيء بشبه بعضه، بس الأرقام أنا شايف إنها عم تتغير بالضبط، هاي كل ما هنالك. وعشان هيك بحكي اللي بركز وبستوعب وبتبع معنا بالحلول هاي ما في داعي يرجع يدرس مرة تانية، حل مسائل وتوكل على الله إن شاء الله. Hello, any questions؟ شوفوا لي هالمسألة هاي، طلعوا عليها، بدي أخذ 15 ثانية أغيب عنكم بس أعبي كاسة القهوة. أوكي دكتور. قرأتوا المسألة؟ نعم دكتور.
calculate the H plus in 1 molar Na2CO3 solution. معطيني for H2CO3 الأرضي معطيني KA1 وKA2 لـ H2CO3 اللي هو شو هو الـ H2CO3؟ احنا لما نعمل ايونيزيشن للملح هذا راح يعطينا N موجب و CO3 minus 2 الـ CO3 minus 2 نفعلها مع الماء تعطينا H2CO3 أو HCO3 minus كثير يعني ثلاثة أرباع الحل يعني كويس كثير ممتاز الـ H2CO3 is a weak acid صح؟ نعم دكتور والـ Na2CO3 salt يعني هذا salt of a weak acid كل متبع معي انه صوت فهمانين انه صوت نعم دكتور اوكي انتبهوا للسؤال هذا على فكره تعرف السؤال هذا اللي بيحله لوحده يعني بناء على الشرح اللي حكيناه سابقا اذا واحد بقعد بيحل السؤال هذا كامل لوحده انتهى ما في داعي يدرس الاسيد بيس الكوليبريم مره ثانيه لانه في اكثر من مفهوم هذا وفي اكثر من فكره وفي شغل كثير حلو بدي تركزوا معي اللي حاضرين بالذات واللي عم تتفاعلوا معي انتوا الكويسين الطلاب الممتازين. فهذا عندي صوت انا، معناه فورم بروح على الصوت، معناه بدي اعمل صوت ايونيزيشن، كومبليت ايونيزيشن، بعدين الايونات اللي بتطلع من الصوت راح تعمل هيدروليسز مع المي او لا. واضح هيك؟ نعم دكتور. هلا انا الايونيزيشن اوف ذا صوت مش حاطه على السلايد، لانه عارفين هذا بده يتأيّم بده يعطي 2 Na plus ions. إذا في شيء ما فهمته احكوا لي 2 Na plus ions و CO3 2 minus صح كلامي؟ الله ينعن حرام الايباد هاي لو انها اشتغلت كان وضحنا لكم اياها بس كيف كيف بيتأين هذا فهمانين علي؟ نعم دكتور ال Na plus بيعمل هيدروليسز؟ لا لا انسوا مين اللي راح يعمل هيدروليسز بالمي؟ إذا ال CO3 2 minus هي اللي بدها تعمل هيدروليسز واضح لحد الآن؟ نعم دكتور واضح دكتور يعني هل الخطوة اللي عديناها بسيطة لحالك بتعرف طبعاً CO3 عندها 2 minus يعني عندها قدرة تاخذ 2 protons صحيح؟ عشان ترجع لشو؟ ل H2CO3 يعني بدها تعمل هيدروليسز مرتين صح لأنه ال H2CO3 لما تأين لما عملنا عليه مسألة تأين مرتين KA1 لما فقد البروتون الأول وKA2 لما فقد البروتون الثاني العكس صحيح هلا CO3 بدها تعمل هيدروليسز أول مرة تاخذ أول بروتون ولها K إيش هاي A ولا B؟ KB بيس هاي ولها KB1 لكن ال HCO3 بعد إنها نيجاتيف ساين تقدر تاخذ بروتون ثاني فمعناها بدها تعمل هيدروليسز مرة ثانية تعطي H2CO3 plus OH وهي KB2 بيختلف المسألة هلا عن مسألة ال H2CO3 اللي حليناها؟ لا أبدا فصار عندي KB1 و KB2 شوفوا عاد هو شو السؤال بدي هلا أنبه على نقطة كمان مهمة وأرجو أنكم تنتبهوا تفهموها هو بده إيش؟ ال H plus concentration يعني حتى نوجد تركيز ال H plus اللي موجود في المحلول طبعا مين راح يحكمه هلا؟ ال OH minus هاي الفوق لأنه أقوى بالضبط هلا في عندي OH من الفيرست ايونيزيشن وعندي واتش من السكند ايونيزيشن اذا بدنا نشتغل بالتفصيل لازم نشوف واتش ماينس من الاكوليبريم الاول اتش ماينس من الاكوليبريم الثاني ناخذ التوتال ومع كي دبليو احسب الاتش بلس اللي موجود في المحلول صحيح؟ نعم لكن احنا اخذنا قاعده اذا الكي الكي 1 بدي اسميها يعني بغض النظر هي كي اي ولا كي بي اذا كانت الكي 1 اعلى بكثير من كي 2 يعني الريشيو اكثر من 10 to the power 3 شو كنا نعمل؟ كنا نهمل السكند ايكوليبريم
واضح؟ نعم. إذا هلا بشوف الريشيو بين KB1 وKB2، إذا طلع الريشيو أكثر من 10 to the power 3 بهمل الإكوليبريم الثاني، بحسب OH من الإكوليبريم الأول ومنها بحسب الH بلس وانتهت المسألة. واضح كلامي؟ 100%. إذا الخطوة الأولى شو هي؟ نحسب الKB1. نحسب شو الKB1 وشو الKB2، ناخذ الريشيو بينهم صح؟ صح دكتورة. كيف بتساوي؟ KW على مين؟ عندي K1 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 دكتورة K1 دكتور من K2 أصلا نيجليشبل مقارنة مع K1، نقسم KB1 تساوي KW على K1. انسى انها نيجليجيبل اور نوت، حتى شو ما كانت يعني، لو كانت رقم صغير كثير لازم استعده استخدم مشان تطلع هاي رقم كبير، بس هاي كل ما هنالك. كي اي كي دبليو على كي اي 1 ولا كي اي 2؟ والله الايباد بعدها الشاشه راحت. انا عارف انا حطيت الايباد بس مع الاسف انها الايباد مش عم بتمشيني. أنا كنت أجاوبك دكتور بس أنت قمت الشاشة بطلت أجاوبك دكتور، راح الجواب من بالي. طيب هس خليني أشوف بلكي زبطت معنا كمان مرة، يعني محاولة ولا هي مغير بشي. يا فتاح يا علي مقولي دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. ما صار شيء ها؟ لا لا. طيب خليني أطلع من الميتينج وارجع لأنه هاي لازم أوضح لك إياها أوكي؟ The CO3 2 minus plus H plus وهي نسميها KA2 تمام؟ نعم دكتور. تمام دكتور. أوكي. هلا بدي أنا KB1 بدي أقسم KW على مين؟ على KA1 ولا KA2؟ هلا مرة ثانية لا تتحذروا، ارجعوا ل KB1 لمين KB1؟ لأي بيز؟ شو البيز اللي إلها KB1؟ اي بيس اللي انا بدي احسب كي بي 1 لها؟ ولو قدام كل معادله هاي الكي بي 1 لمين هاي؟ الاتش سي او 3 ماينس. لا اله الا الله، سي او 3 2 ماينس. البروتونيشن اوف سي او 3 2 ماينس هو اللي سميناه كي بي 1، البروتونيشن اوف اتش سي او 3 صار كي بي 2. لما سي او 3 بتاخذ البروتون الاول اسمها كي بي 1، انا بحكي عن البيس هاي سوري، لما بحكي KB2 بحكي عن البيس هاي. واضح؟ دكتور الشاشة راحت من عندك. هلا بعدها اجت؟ اجت. طيب. سوري انا باشر على السلايد وانتم شايفين الايباد. ما بنقدرش نعمل شيرنج لتو سكرينز. طيب خليني اكتبها هون CO3 2 minus زائد H2O هاي الKB1 والHCO3 اللي طلعت، مزبوط الحكي هيك؟ نعم دكتور. هلا على الآيباد الKB1 هي لCO3 2 minus صح؟ نعم. طيب أنا بدي أحسب الKB لCO3 2 minus، معناه حتى احسب الكي بي للسي او 3 2 ماينس لازم اقسم على الكي اي لاي اسيد؟ اذا انا عم بحكي عن السي او 3 2 ماينس، اي اسيد اللي لازم استخدم الكي اي؟ شو لازم تكون العلاقه بين الاسيد والبيز حتى استخدم الكي اي والكي بي تاعهم؟ انه كي اي 2 يساوي كي دبليو على كي بي 1. روح يا شب جاوبني على سؤالي، لما حكينا الكي اي في الكي بي بتساوي كي دبليو، حكينا شو العلاقه بين الاسيد والبيز حتى يكون علاقه بين الكي اي والكي بي تاعهم؟ شو هي؟ زيد البيز قلل الاسيد، او زيد الاسيد وقلل البيز يساوي كي دبليو ثابت. بصير اضرب الكي اي للاسيتيك اسيد بالكي بي للامونيا واقول بتساوي كي دبليو؟ لا. ليش؟
لأنها عناصر مختلفة. لأن حامضية ما في علاقة، حامض وقاعدي ما في علاقة بينهم، فما في علاقة بين الكي والكي. حكينا الشرط الوحيد حتى الكي والكي يكون بينهم علاقة إنهم يكونوا كونجيجيت أسيد بيس بير. ما صار الناشو شرطة هيك حكينا هاي. شو هالحكيات؟ دكتور ورقة كنا بحط دكتور صرنا نحولنا بين كي A1 وكي A2. صدق أنا مش فاهم لحد الآن شو اللي بتحكيه هسه. شو اللي مش فاهم؟ انك انت كيف تصل علاقه، بس شو العلاقه لحد الان انا مخي مش مستوعب شو العلاقه بتصل لها يعني. بس اللي بدي اوصل لها دكتور برجع للامونيا اللي حليناها. خليك معي، ضربنا الكي اي للان اتش 4 بلس في الكي بي للان اتش 3 مشان طلعت كي دبليو. الان اتش 4 بلس والان اتش 3 كانوا كونجيجيت اسيد بيس بير. بالحالة هاي فقط لما بيكونوا conjugate acid base pair بيكون ال Ka في ال Kb بيساوي Kw. معناه لما بدي أحسب لما بيكون عندي diprotic acid أو diprotic base خلينا نسميها، بدي أحسب ال Kb لل CO3 2 minus، معناه بدي أقسم Kw على Ka. لا، ما هو في عندي 2 acids، هذا acid وهذا acid صح؟ على أي Ka لأي acid أقسم حتى أحسب Kb لل CO3 2 minus. ولا حياة لمن تنادي. مش حكينا لازم الأسد اللي بدي استخدم، تمام بجوز هاي تصير أوضح، الأسد اللي بدي استخدم الـ Ka value تاعه حتى أحسب الـ Kb لازم يكون conjugate acid للبيس، صح كلامي؟ نعم دكتور. أنا عم بحسب Kb للـ CO3 2 minus، معناه بدي Ka للـ conjugate acid للـ CO3 2 minus. واضحة هاي؟ هاي واضحة. نعم دكتور. مين الكونجيجيت اسيد للسي او 3 2 ماينس؟ اتش سي او 3 ماينس. اتش سي او 3 2 اتش سي او 3 ماينس. هلا الاتش سي او 3 ماينس لما بتأين اتش سي او 3 ماينس هياته على الشاشه على السطر الثاني على الايباد. اتش سي او 3 ماينس لما تأين شو اعطينا؟ كي اي 2. اذا لازم اقسم على كي اي 2. كي بي فور ذا بيز بقسم KW على الـ Ka للـ conjugate acid for that base. صارت واضحة؟ هيك واضحة. هلا اللي ما كنت فاهم لشو بدي أوصل فهمت؟ نعم دكتور. Very good. إذا باخذ الـ KW على الـ Ka2 اللي هي هاي، بطلع عندي الـ Kb1 1.8 times 10 to minus 4 و Kb2 بدي أقسم KW على. هلا تابعوا معي Kb2 لمين؟ للبيس HCO3. معناه لازم اقسم على ال Ka value للكونجيجيت اسيد لل HCO3 صح؟ نعم دكتور. الكونجيجيت اسيد لل HCO3 مين هو؟ CO3 minus 2 CO3 minus 2 الكونجيجيت اسيد لل HCO3 minus الـ H2CO3. الـ H2CO3 لما بيتأين شو كانت الـ K تاعه؟ K1. Very good. هلا برجع على السلايد. يعني دكتور أحكي لك تلخيص اللي فهمته أنا؟ لا خلينا أكمل الفكرة تاعي بعدين، إذا كانت كنا متوافقين كان بيه، مش متوافقين بتحكي لي. فهلا مرة تانية برجع الـ KB1 أنا بدي أحسب KB for the base CO3 2 minus، معناه لازم أقسم على الـ Ka للكونجيجيت أسيد للـ CO3 2 minus اللي هو الـ HCO3 minus. الـ HCO3 minus لما بيتأين بيكون عم يفقد الـ H الثاني معناه Ka2، فبقسم على Ka2 بيطلع Kb1 1.8 into minus 4. لما نحسب Kb2 for HCO3 minus، معناه بدي أقسم على Ka للكونجيجيت أسيد للـ HCO3 minus. الكونجيجيت أسيد تاعها هو H2CO3. H2CO3 لما بيتأين بيكون عم يفقد الـ first proton يعني الـ Ka1، فبقسم هنا على الـ Ka1 عشان أحسب الـ Kb2. نفس اللي براسك يا شاب ولا غيرنا إشي؟ لا نعم دكتور. إذا هلا بشوف الـ ratio Kb1 على Kb2 شو بيساوي؟
أكثر من 1 times 10 to the power 7.8 يعني 10 تقريبا 8 أضعاف. إذا كون الراتيو أكثر من 10 to the power 3 ignore the second ionization، بحسب الـ OH من الـ ionization الأول ومنه بحسب الـ H plus وانتهت المسألة. واضح الكلام؟ نعم دكتور. Very good. إذا برجع هلا باخذ الـ CO3 2 minus الإكوليبريم تاعها الـ initial مرة تانية، كان عندي 1 مولر Na2CO3 رح يعطيني 1 مولر من الـ CO3 2 minus و2 مولر من الـ Na plus complete ionization 0 ب 0 minus X. الـ KB1 اللي حسبناها راح تساوي الـ X سكوير على 1 minus X. تغير إشي في إشي جديد هون؟ K لا. initial minus X كمان مرة الـ approximation نشطب الـ X بيطلع قيمة الـ X بتساوي 0.0134 مولر اللي هي بتساوي قيمة الـ OH minus. طبعا قيمتها هاي أقل من 5% 1.3 يعني جائز. إذا بعتمد هاي على أنها تركيز الـ OH minus ومنها بحسب الـ H plus KW على OH وبيطلع قيمة الـ H plus 7.5 10 to minus 30. ها لحد الآن انتهت المسألة لأن هو طلب تركيز الـ H plus صح ولا لا؟ نعم دكتور. طيب نكون حلينا المسألة، لكن بدي أرمي سؤال أنا، خلينا ناخذ لنا كمان بعد معانا وقت كتير. بدي أرمي سؤال، شو تركيز الـ H2CO3 بالمحلول؟ تذكروا إنه عندي CO3 2 minus هيت تعمل الهيدروليسيز الأول وهذا بيعمل الهيدروليسيز الثاني وبينتج H2CO3، يعني H2CO3 طلع من الإكوليبريم الثاني، قديش تركيزه؟ كم تركيز الـ H2CO3 اللي بيطلع من الهيدروليسيز الثاني؟ يا الله شو بتنسوا بسرعة يا لطيف. لو H طلعت معنا قبل شوية هي نفس تركيز الـ HCO3. لا مش صح. لا KB2 KB2 عفي عليك KB2 هذا السكند ايونيزيشن الـ concentrations الـ OH- اللي جاي من السكند ايونيزيشن والـ H2CO3 رح يساوي الـ KB2 value. اوكي واضحين. خلينا نحسب الـ H2CO3 اللي نشيل لهذا اللي حسبناه بالخطوة الأولى متفقين عليه، من هذا ما في عندي شيء، من OH في كمان نفس كمية طار. حد عنده مشاكل بالسطر هذا؟ هذول اللي طلعناهم من الـ First Ionization minus Y plus Y. هلا الـ KB2 بتساوي احنا حسبناها مش لازم، هاي الـ KB2 راح تساوي 2.3 times 10 to minus 8 بتساوي y times this value مقسومة على هالقيمة هاي. مش حكينا لما بنهمل x بالخطوة الأولى بنهمل y بالخطوة الثانية؟ وإذا أهملنا y بيروح concentrations مع بعض فبيضل y بتساوي 2.3 times 10 to minus 8 اللي هي شو هي؟ قيمة الـ KB2 value. ما في داعي للcalculations، يعني لو كان السؤال what is the concentration of H2CO3 بحسب الـ KB2 value بضل ماشي. الصوت راح يا دكتور عندكم. المسألة عجبتكم؟ ايش يا شباب؟ اللي عنده سؤال يحكي. حد عنده سؤال؟ ما في أسئلة؟ أنا بس كان عندي عجقة حسابية فقط لا غير، والموضوع يعني بشكل عام مفهوم يعني، بس إنه الحسابات شوي لخبطني. خذها شوي شوي، one step at a time، لا تخلط أمور مع بعض. أنت لاحظت عندك التقفز شوي لقدام. خطوة خطوة، كل الأسد بيز خذها خطوة خطوة بتصير piece of cake. اللي عنده سؤال يسأل. ما في أسئلة؟
لا يا دكتور. سبعة وثلاثين بعد حوالي خمسة ثمان دقائق. ما أعتقدش نقدر نكمل الموضوع هذا ثمان دقائق. من سبعة وسبعين وستة وثمانين تسع سلايدات، والله ما أظن نقدر نكملها. نزل المحاضرة الجاي، وين المشكلة؟ خلينا المحاضرة الجاية، المحاضرة الجاية نختم الشابتر هذا، ناخذ شوية باللي بعديه، حتى يعني كل ما قطعنا مادة أكثر هلا كل ما روح ختمنا السيلبس بكير. يعني الأسبوع القادم على الأغلب هو آخر أسبوع دوام لكم بالمساق. أوكي، الأسبوع الجاي أكيد بكمل السيلبس كامل. ماشي، كم شابتر معانا؟ في كمان خلاف 16، في chapter 17 في 2 sections بس، يعني بده محاضرة واحدة فقط. بس دكتور مش موجود على class note بعد، ما بعدني ما نزلته لأنه بعدنا مش متأكد، ما كناش متأكدين نقدر نغطيه أو لا، وفي بعض الدكاترة بعدهم شوي متأخرين فبعدنا نطشور إنه نقدر نغطيه أو لا. أنا راح أغطيه بمحاضرة، وإذا كان داخل بالامتحان كان به، مش داخل فبتكون استفدت المعلومات منهم. يعني كمحاضرة راح ناخده، بس إنه يدخل بالامتحان أو لا لا زال معلق لبداية الأسبوع الجاي حتى نشوف الدكاترة الثانيين. دكتور الدكاترة الثانيين مبلشين بالشابتر هذا ولا لسه؟ لا تقريبا الكل بلش فيه، الكل بلش فيه. بلش يعني مش زين إحنا قررنا نختمه. لا إحنا أهد، إحنا يا أخي عندي طلاب ممتازين وبتابعوا معاي كويس وبصحب، بس هاي الفرق. أنا عارف دكتور عشان إحنا مميزين كمان راح ترعينا بالأسئلة شوية، مش راح صعب لنا إياها أكيد صح؟ أنا عم بكتب الأسئلة عشانكم لأنكم فاهمين المادة كويس. بكتب أسئلة للي بفهم المادة يعني صراحة. يعني صعبة صح؟ لا. لا 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 يعني إنها صعبة. بالعكس إذا أنت فاهم الفكرة، إذا أنت فاهم الفكرة يعني بتستمتع بحل المسألة أصلاً. صح ولا لا؟ صحيح. يعني المقصود لا تدرسوش شلفقة، قراية جريدة. فكر باللي بتعمله، يعني زي مسألة هاي اللي مرت معنا وحليناها هلا. هاي اللي زي ما حكيت من البداية اللي بيحلها لوحده ختم الأسيد بيس إكوليبريم كله، كل الأفكار فيها. الصوت والكي اي والكي بي وكل إشي. والبي اتش والبي او اتش. فمرة تانية ركزوا بالمحاضرة واستفيدوا. حد عنده سؤال؟ إذا ما في أسئلة I will stop recording هلا. إذا ما في أسئلة will end the meeting. اللي ما عنده سؤال بيقدر يروح. مع السلامة، يعطيك العافية دكتور.